من فن داليدا الراقي رح ننتقل أيضا لفن راقي من الفنانين اللبنانية اللي منحبهم وصوتهم في شجن وبيوعد بمزيد من النجاح، الفنان جاد أطريب. أهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة. أهلا وسهلا فيك. وعن جد من الأصوات اللي نحن منحبهم، وأستاذ روميو رحود كمان حكي عنك كثير عن صوتك كمان، قدي عندك مستقبل واعد. اليوم صار في ضجة على الفيسبوك، نزلت كفر لناسي عجرم. لنانسي انا كنت شوي هيك متباخل على الجمهور وما كان عندي وقت نزل غنيه سنجل جديده، سو اخترت هيدي الغنيه بوجه لها تحيه لنانسي كمان. اوكي كثير بحبها في حاجات واعطيتهم اياها از بريزنت يعني هديه. حلو. وحبوها كثير. ما في شك انه حبوها بصوتك اليوم. نحن ما رح نطلب منك تغني لانه عن جد طالع من الفرشه عن جد مجرب. سلامه قلبك جاد. جاد لو انت بتعزف ما في شك على الات كثيره، يا ريت تخبرنا عن اي على اي اله او كم اله بتعزف. كثير الات بس انه الواحد لازم يعزف على قلبك يعني العود وكمان جا اكثر شيء يعني وقانون كمان شوي هو الأكثر شيء كثير بحبهم. نعم خبرنا كمان جاد في كمان غنيت بشارة لمسلسل جذور. صحيح. واخذت عليها جايزة كثير مهمة. مزبوط. قد ايه حلو هذا الشيء وهذا الشيء اللي اعطاك بوش انه كمان تثبت حضورك جاد؟ نو بالعكس رجعت يعني خفت مثل ما معنا خفت مسؤولية كبيرة كانت يعني كان صدفة والحمد لله يعني في خبرية من وراها ما نعرفها. في خبرية انه انا ما كنت بدي غني اول شيء. أوكي. كانت لستار. نعم. حدا قامت ما بدك تذكر مين؟ نو اكيد لا. اوكي اسرة جذور مسلسل جذور بمصر قالوا لا بدنا صوته لجاد. نعم. وهيك كانت الخبرية ونجحت. نجحت نجحت وبينت از يعني از سينجر يعني صرت مغني. انا كنت ملحن قاعد مبسوط ورا الكواليس و لازم غني. لا لازم تغني. جاد يعني ما في شك انه كمان هويتك لعبت دور كثير كبير بتبلور حياتك الفنيه، هالامر بيزعجك شيء؟ لا ابدا بالعكس كانوا اهلي ضد اني فوت بالفن يعني بصراحه حتى ما كانوا درست كرمالهم يعني درست خلصت بس انا رحت ل شو تخصصت؟ اتجهت للفن ريزو تيليكومنيكيشن. اوكي يس سو بس ما بحبها يعني انا كثير بعيده الكترونكس وبحب كثير بس المغنى والفن اكثر يعني لإلي. انجبرت بس لحتى تراضي اهلك يعني هن كانوا راضي الكل اللي بده يحكي علي اكيد. نعم عم بتحضر اغنية جديدة؟ عم بحضره السنجل تبعولتك يس يلي كمان صار لنا فترة عم نسمع عنها ولكن بعد ما نزلتها. مزبوط. الحينك؟ الحين اكيد كلمات نقول الحايك. اوكي توزيع توزيعي انا اكيد ناطر الفرصه بس يعني سوسون يعني بس سوسون يعني فالنتاين يس بدك تعيد العالم كله والعشاء بالغدي. طب معقول نعرف شو اسمها للغنيه؟ نتركها سوربريز. بدك كمان اسمها بيعني كمان اسمها بيعني اسمها بيزل يس نعم. غنيه بنت اختك كمان لين حايك جاد وين صارت؟ كمان موجودة ناطرين الـ MBC طيردوا علينا. بس خبرنا عن الأغنية أكثر شو موضوعها؟ ألحان كلمات موضوع لكل الناس للشعب للولاد للكبار للأهالي كمان كلمات نقولها حقيقة ألحان وتوزيع توزيع كمان. نعم. لإلك بتعرف انه بتشبهوا بعضكم كثير؟ ايه حدا قايلكم قايلك قبل في هيك الفيتشرز ايه الفيتشرز واللون البشره ايضا كمان كثير بتشبه هذا الميك اب يمكن هلا ضروري تخبر العالم كله انه معروف يعني انه بيعملوا ميك اب كاميرا اكيد يعني انت وكاريكاتور ماشي حالكم بالشخصيه كاريكاتور ايه انا كمان بلعب دور بلعب دور الامير المهضوم يلي بعيد عن قديه من سجن بهالدور وبالاغاني كمان بمسرحيه كاريكاتير كثير من سجن كثير وكنا نحن مع بعضنا از تيم يعني كثير قوية وكثير بنحب بعضنا وكثير عائله واحده يعني هو كل الاسماء كل الفنانين موجودين معنا اكيد بس الاستاذ روميو حطني بمطرح كمان صعب والحمد لله من وجهه تحيه اكيد كثير كبيره جاد حنشوف أكيد. فيديو صغير عن تمرينات بمسرحيه كاريكاتير يا ريحي بعيد بعيد واسألني يوم ما شفت النور واني بدور عليك
مشاهد من مسرحية كاريكاتير. خبرنا لأمتين بقيين وقد ايه انت مرتاح بالمسرح وقد ايه صعب المسرح ايضا؟ كتير صعب المسرح كتير، يلي ما عنده من جوا هيدا الاحساس هيدا الفيل على الستيج انه الحب للمسرح بلاقي وقت شوي تيوصل لمطرح ما، بس موجود استاذ كبير هو استاذ روميو سو ما في خوف على اي ستيب تعمليه على المسرح لما بتكون بيرفكت سو تعلمنا كتير من استاذ روميو واكيد تجربه كتير مهمه لالي هيدي وبالعكس عم بترجعني كمان لورا لحتى ما اعمل شيء جديد ما يكون ملائم لهيدا الجو الجو المرتب يعني خلينا نقول. جاد انت ملحن واعطيت الحان كمان لعدد كبير من المطربين وكمان لحن بألبوم نصيف زيتون لاغنيه طول اليوم كمان هي من لحنك. هلا لمين عم تحضر لتعطي الحانك كمان؟ هلا في كثير، في فادي اندراوس، في كذا حدا يعني ما بدي اقول بس في كثير هلا اسمعون. نعم رح نسمع، نحن رح نسمع ما في عنا شك انه رح نسمع. طب ألين لحود؟ ألين لحود كمان في غنية هلا سوسو نطلع تجي من مصر رومانسية. ايه اعطينا شوي معلومات عربيه الكترونيك ميوزك. يعني جاني ألين هلا ديفرنت عن يس. حلو مميزه مختلفه يعني كثير. نعم شو عم في شي غنيه هلا عم تسمعها بتحبها هيك عم تدندنها انت يمكن مش لإلك؟ اكيد في كثير بس ما عم تسقب هلا ما بتسقب تسمع هلا 8 شهور وما عم بعرف تي في وما بعرف ايه بس مسرح مشغول على المسرح 100% كثير تمرنا كثير وعم نعرضه كثير يعني شو عم تحضر هلا جاد؟ بحضر انه انزل بهيدي السنجل ان شاء الله بالفالنتاين هو ان شاء الله كمان تنال اصداء حلوه مثل ما غنيت جذور ان شاء الله هالمسؤوليه الكبيره لازم نتابع فيها وانت قدها حيكون في لك مشاركه بشي مسلسل مثلا درامي في حكي بس ما بعرف انا اذا نعم ان شاء الله على خير يا رب وتمضي اقرب كونترا مع دراما اللبنانيه جاد لقطريب اهلا وسهلا فيك معنا وبنتمنى لك كل خير مشاهدينا لهم تنتهي حلقه اليوم تهلا الحياه مجال نلتقى فيكم بكره بنفس الموعد الى اللقاء باي باي